وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين. وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات المشاهدين، إنه لقد جرت العادة فينا ولمؤسسة مزدهر الدولية وتحت رعاية مولانا سيد شريف محمد علي حيدر خادم أهل البيت عليهم السلام أن نلتقي في مثل هذه المناسبة القيمة القرآنية وفي هذا الشهر المبارك، شهر القرآن الكريم، شهر رسول رب العالمين، شهر أهل بيت النبوة خزنة علم الله. لقد جرت العادة أن نلتقي في هذا الشهر كما أشرت وتحت رعاية سيد الشريف محمد علي حيدر لعقد هذه المسابقة القرآنية في القراءة وتحفيظ القرآن، هذا بالتعاون مع لجنة أبو الناصر. في كل سنة في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تقام هذه المناسبة القرآنية في التحفيظ وقراءة القرآن. واليوم كما اعتدنا وكما أشرنا نقيم هذه الحفلة القرآنية وتحت رعاية سيد الشريف محمد علي حيدر وأمر منه، نريد أن نشكر ونتشرف ونجدد الشكر الجزيل للمتبرعين وللجنة أبو الناصر، ونسأل الله تعالى بحق بحرمة القرآن وبحق النبي الذي عليه أنزل القرآن وبحق أهل البيت خزنة علم القرآن أن يكون كل هذا الأجر، أن يتقبله الله لنا ولكم وللروح المرحوم عيسى عبد الله بهمن. وفي هذه الحفلة نريد أن نشكر الله ونحمده لأننا نفتخر بهذا الطالب الذي منا، شيخ بويو سل، الذي ظهر في مثل هذه المسابقة القرآنية، ومنه ظهر وكان من المتفوقين، واليوم بفضل هذه المسابقة القرآنية أصبح من الطلاب الذين أرسلوا إلى العراق ويواصل هنالك دراساته القرآنية، واليوم أصبح في العراق من المتفوقين في المسابقات القرآنية في القراءة وتحفيظ القرآن، ونفتخر به وهو اليوم معنا في هذا الحفل القرآني، ونفتخر به ونسدي إليه تشكرات مولانا سيد الشريف محمد علي حيدر وأنه يفتخر به، ومؤسسة مزدهر ومع جماعة مزدهر كلنا نفتخر بمثل هذا الشاب الذي ظهر بفضل القرآن وتفوق بالقرآن الكريم وأصبح من السنغاليين الذين يشار إليهم بالأصابع وهو في النجف الأشرف في العراق. ونريد أن نصلي على محمد وآل محمد تشجيعا لهذا الأخ الطالب المجتهد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وباسم مولانا سيد شريف محمد علي حيدر خادم أهل البيت عليهم السلام، باسمه وبأمر منه
نعلن افتتاح هذه المسابقة القرآنية بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون
فلا يؤمنون إلا خليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم
تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمار